معنا من جدة الكاتب السياسي الدكتور خالد بطرفي. دكتور خالد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني لافت للنظر أستاذ خالد يعني تسارع المشاريع التي يطلقها ويقودها ولي العهد رغم يعني ظروف إجراء هذه العملية اليوم، ولكنه أيضا اليوم كذلك أطلق مشروع شركة السودة. كيف تنظر إلى هذا التسارع وهذا الحراك؟ أولا الحمد لله على سلامته وطول الله في عمره وحافظه من كل شر. أنا أعجب عندما أرى أن القادة السعوديين يحتاجوا إلى علاج أو عمليات أو كذا تجرى في السعودية، وهذا منتهى التقدير وتثمين الإنجازات السعودية في المجال الطبي واحترام القدرات السعودية. نرى كثيرا من الزعماء في العالم الثالث، في العالم العربي وغيره، عندما يجري أي عملية وحتى كورونا يذهب إلى الخارج ليتعالج في ألمانيا أو في فرنسا أو في أمريكا، ولكن ليس في السعودية ولله الحمد. وهذه شهادة للتطور الطبي الذي شهدته المملكة، وأيضا شهادة لثقة هؤلاء المسؤولين بقدرات أبنائهم الأطباء والعاملين في المجال الطبي. الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وطاقة شبابية قوية، يعني في نفس اليوم يعني يطلق شركة وفي نفس اليوم يجري العملية، وغدا بإذن الله سيكون يتابع مشاريع واستثمارات خارجية وأنظمة جديدة وتشريعات، ويعني نشاط فائق بالليل والنهار كما ذكر كثير من الذين التقوا به من الصحفيين الغربيين حفظه الله ورعاه، يدل على أنه يسابق الوقت ويسابق الزمن في تطوير بلادنا وفعلا الخروج بالسعودية الجديدة إلى النور وإلى المسرح الدولي كدولة متقدمة ومتطورة في كل مجال. طيب دكتور، يعني لعلك يعني تابعت ما نشره السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إعلان الديوان الملكي لهذا الخبر، ما الذي يظهره السعوديون في كل مناسبة يعبرون فيها عن مشاعرهم تجاه خادم الحرمين الشريفين، تجاه ولي العهد، تجاه المملكة؟ هذا يعبر عن التلاحم بين الشعب والقيادة. أنا سئلت من بعض الأخوة العرب الذين كنت ألتقيهم أثناء الدراسة في أمريكا وفي أوروبا، لماذا السعوديون، أنتم السعوديون تغضبون عندما نناقش أو ننتقد أحد القادة السعوديين؟ فقلنا له نحن لأننا نشعر بأن هؤلاء آباؤنا، هؤلاء أحسنوا إلينا، علمونا، طببونا، ثقفونا، أرسلونا في هذه البعثات، وسنعود وسنجد بلد آمن مطمئن ونجد أعمال ونحن في خير، وهذا الخير بفضل الله ثم بفضلهم. ولذلك هذه العلاقة القوية بيننا وبين القيادة، ننظر إليهم كآباء، ننظر إليهم كأسرة، يعني هي جزء منا ونحن جزء منها. جميل. ولذلك هذا هو يعني روح التلاحم الذي نجده في السعودية وأيضا في دول الخليج. أشكرك من جدة الكاتب السياسي الدكتور خالد باطرفي، شكرا جزيلا.